الخير. النهارده هنتكلم عن صيدليه ربانيه مباركه شجره الزيتون، وفي الحضارات القديمه كانوا بيسموها شجره الحياه. العلماء حللوا الجذع بتاع الشجره لقوه مليان بمضادات طبيعيه ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات، وده اللي بيخلي الشجره دي تقاوم الامراض وبيخليها معمره لمئات السنين، وده اللي بيقوي مناعتنا جدا لو احنا حرصنا ان احنا كل يوم ناخد زيتون، سواء الثمرة نفسها أو الزيت أو حتى الورق، لأنهم كلهم مليانين بعناصر مفيدة جدا لأجسامنا. والعلماء عشان يريحونا ويحسبوا لنا الجرعة لقوا أن كل الفوائد دي بنقدر ناخدها لو احنا خدنا معلقتين من زيت الزيتون كل يوم، وخاصة على الريق. وجدوا أن معلقتين زيت زيتون على الريق كل يوم ديت بتساعدنا جدا في تخليص الجسم من الشحوم الزايدة والدهون الزايدة في الجسم وفي منطقة البطن، وكمان من على الكبد اللي هو الناس اللي عندهم كبد دهني، كمان الدهون الضارة في الدم، بالإضافة ان كمان معاه أوميجا، في أوميجا 3 و6 و9، ودول بيخفضوا لي مستوى الكوليسترول والدهون الضارة في الدم، وبالتالي بيحمينا من تصلب الشرايين ومن الجلطات وبيقوي عضلة القلب. وجدوا كمان ان في مضادات أكسدة بشكل كبير جدا في الزيتون، وهي مضادات الأكسدة دي زي ما اتفقنا قبل كده ان هي دي اللي بتحمينا من السرطان. زيت الزيتون يوميا على الريق بيساعد كمان في احباط نشاط جين موجود في اجسامنا كلنا اللي هو بيسبب السرطان، وبالتالي المداومة عليه بيحمينا من السرطان، بيساعد كمان مرضى السرطان في العلاج لو اتاخد مع الأدوية بتاعتهم. زيت الزيتون وجدوا ان هو بيحمي الأطفال من مرض السكر اللي بيجي لبعض الأطفال نتيجة إصابتهم بفيروس اسمه الكوكساكي، ده بيسبب ارتفاع في الحرارة والتهاب في الحلق، وفي بيبقى فيه قرح في الحلق، والفيروس دوت بيروح يضرب خلايا البيتا بتاعة البنكرياس اللي بتطلع لي هرمون الإنسولين، وعشان كده بيسبب لهم السكر من غير أي عوامل وراثية. ولقوا إن اللي بيمنع الكلام ده يحصل اللي هو زيت الزيتون، عشان كده بينصح ان اي طفل عنده التهاب حلق ويكون فوق سن السنه يديله معلقه زيت زيتون على معلقه عسل على شويه ميه ونقلبهم كويس، ونديله معلقه 3 مرات من الخلطه دي مع الادويه الموصوفه ليه. واللي مش عايز عسل ممكن ليمون. خليط زيت الزيتون مع العسل مع الليمون على الريق ده بيقوي المناعه بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا بيدوب اي دهون في الجسم. وجدوا كمان ان احنا لما نخلط زيت الزيتون مع الكبريت ده بيساعدنا في دهان الجسم، في علاج مرض الجرب المعدي المزعج جدا، ومش بس كده بيحمي كمان الجسم لو تناولنا الزيت كل يوم من التعرض للجلد للبهاء للصدفية لسرطان الجلد، لانه بيحمي الجلد من اشعة الشمس الضارة، وكمان بيرطب الجلد لانه هو بيعيد ترتيب الخلايا الدهنية اللي في الجلد، بالإضافة كمان بيمنع الشيخوخة المبكرة والعجز عشان مضادات الأكسدة اللي فيه والأوميجا اللي فيه، وكمان فيه فيتامين ه، وعلشان كده بيستخدم كمان في مستحضرات التجميل. بالنسبة للشعر في حمض اليورسوليك، وده بيقضي على قشرة الشعر تماما، وبالتالي بنستخدمه حتى في الأطفال الرضع اللي ما نقدرش نستخدم أي مستحضرات دوائية في علاج الإكزيما الدهنية والقشور الكتيرة اللي تبقى عندهم، إن احنا ندهن فروة الرأس قبل الحمام ب10 دقايق بزيت الزيتون. ده غير إن هو بينعم الشعر وبيتقله وبيطوله وبيمنع تساقط الشعر، وبيستخدم برضو في مستحضرات العناية بالشعر. بالنسبة للأوراق كمان، الأوراق وجدوا إن هي لو احنا غلينا الاوراق بتاعته ونعمل منها شاي ورق الزيتون، او ان احنا منقوع حتى الاوراق ديت، ده بيساعد مرضى السكر جدا في تخفيض نسبه السكر المرتفعه عندهم في الدم، بينزل ضغط الدم المرتفع، بينزل الحراره للناس اللي عندها ارتفاع في درجه الحراره، كمان بيعالج التشنجات الموجوده في العضلات، ومفيد جدا في نزلات البرد والانفلونزا لان قلنا غني جدا بمضادات الفيروسات. الزيتون كمان عشان فيه مركب الفينول، ودوت اللي بيقضي على الالتهابات، فهو مفيد جدا في علاج الالتهابات بتاعه المفاصل والعظام، وعشان فيه فيتامين ب بيقوي
الاعصاب، وفي فيتامين د مع الكالسيوم فبيحمينا من هشاشه العظام وبيبني العظام. تدليك الجسم كمان بزيت الزيتون من الحاجات المفيده جدا، ان هي بتضيع التشنج زي ما قلنا في العضلات، بتعمل استرخاء والجسم بيمتصه كانه بالظبط شرب زيت الزيتون. عشان كده حتى الى الان في البلاد العربيه بيدلكوا الطفل الرضيع بزيت الزيتون علشان يستفيد من كل الفوائد بتاعته، بيلاقوا فعلا ان هو بيرتاح من التقلصات اللي بتجيلهم في البطن ومن التوتر اللي بيجيلهم والصراخ والبكاء. طبعا يعني لو اتكلمنا عن الزيتون فعايز حلقات وحلقات، انا بحاول يعني اقول باختصار اهم حاجه فيه. وبكده عرفنا من الفوائد دي ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينصحنا دايما بتناول زيت من شرب زيت الزيتون والدهان به بشكل دائم. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، والى ان القاكم ان شاء الله في الفقرات القادمه. لكم مني اطيب الامنيات.